دورات الجرافيك المتخصصة في مجال 2D Animation و 3D Graphic هي دورات متخصصة كانت بحاجة إلها قناة فلسطين التعليمية. تم اختيار مجموعة من الموظفين للالتحاق بهذه الدورات لتطوير مهارات العاملين في قناة فلسطين التعليمية والإضافة شكل جديد لقناة فلسطين التعليمية من خلال الفواصل التي تبث على هذه القناة، بالإضافة إلى تغيير في الجرافيك الذي يتخلل المواقف التعليمية والحصص التي تبث عبر القناة. نحن كموظفين مونتاج نحتاج كتير من الدورات التدريبية على في عالم التحريك والـ 3D. أخذت الدورة بالتعاون مع اليونسكو في برنامج المايا، طبعاً استفدت منها كتير، ساعدتني في عمل انتروهات خاصة بمناسبات عديدة مثل شهر رمضان المبارك، عيد الفطر. هذه كانت انتروهات خاصة بالفضائية. عالم 3D هو عالم جداً واسع ومتفرد، وهو من أكثر التخصصات التقنية اللي بتحتاج لمهارات وإمكانيات عالية جداً وإمكانيات تقنية حتى إنك تستطيع تخرج بنتائج وفيديوهات احترافية. إحنا هون في فضائيات فلسطين التعليمية وبالتعاون مع اليونسكو وجامعة القدس المفتوحة تخرجنا أنا وزملائي من دورة مدتها 70 ساعة على برنامج 3D المايا. هاي الدورة قد وضعتني في بداية الطريق في عالم 3D، أضافت مهارات فكرية وتقنية قد أثرت على إنتاجي وعلى عملي في هذه الفضائية. نحن نأمل باستمرار الدعم لمثل هذه الدورات لما تضفيه من تطوير على شكل قناة فلسطين التعليمية وإضافة نوعية للعاملين في القناة.